أكد البنك المركزي على إصدار أوراق بنك نوت بلاستيكية جديدة في مصر، فما الفرق بينها وبين العملة الورقية؟ وكيف تساهم في تحسين الاقتصاد المصري؟ وما سر ألوان قوس قزح على العملة البلاستيكية من فئة 20 جنيها؟ انتشرت صور من أوراق البنك نوت الجديدة على نطاق واسع بعد تأكيد البنك المركزي على إصدار أوراق بنك نوت فئة 10 جنيهات و20 جنيها، والتي يجري تصنيعها من مادة البوليمر، وهي مادة صديقة للبيئة. فما أبرز ما يميز العملة البلاستيكية عن الورقية؟ اتجهت أغلب البلدان في الآونة الأخيرة إلى مادة البوليمر في صناعة الأموال، لأنها تعد واحدة من المواد البلاستيكية الرقيقة والمرنة التي تتحمل ولا تذوب بسرعة، فهي أكثر استدامة، مما يزيد دعم الاستقرار البيئي ويقلل من تكلفة طباعة النقود، حيث يصل عمرها الافتراضي إلى 12 عاماً، بينما عمر العملة الورقية عامين فقط. أكثر فعالية ضد محاولات التزوير، صديقة للبيئة، فهي تقاوم نقل الميكروبات والفيروسات، سهلة التنظيف، ومن الصعب الكتابة عليها، في حين أن العملات الورقية يمكن الكتابة عليها، وهو ما يعجل بتلفها. كيف تساهم العملات البلاستيكية في تحسين الاقتصاد المصري؟ أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن توجيهات الدولة نحو إصدار العملات البلاستيكية خلال الفترة المقبلة سينعكس مردوده على النهوض بالاقتصاد المصري، فقد أوضح الخبير الاقتصادي ياسر عجيبة أن الاتجاه إلى العملات البلاستيكية يساهم في القضاء على الاقتصاد الموازي والسيطرة على السوق النقدي، كما أن السعي لاستخدام تلك العملات يعد من أهم العوامل المساهمة لمواكبة التطورات العالمية. ثم التأكيد على أن العملة المصنوعة من مادة البوليمر سيتم طرحها كمرحلة أولى بفئة 10 جنيهات، وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن هذه العملة لن تلغي العملة الورقية المعمول بها حالياً، حيث تظل تتمتع بصلاحيتها في ظل وجود الفئة الجديدة، مع إمكانية استخدامها من قبل المواطنين بصورة طبيعية. ما هو سر ألوان قوس قزح على العملة البلاستيكية الجديدة من فئة 20 جنيهاً؟ كشف خالد فاروق وكيل محافظ البنك المركزي لدار طباعة النقد أن هذه الألوان هي علامة هولوغرام، وتمثل إحدى العلامات المائية المستخدمة عالمياً لتأمين البنك نوت والوثائق ضد محاولات التزييف، وهي معروفة على مستوى العالم للمختصين.